بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح، يعني يعمل شباك، يعني قوة في حائط يعني يعمل شباك، واخد بالك؟ ليدخل عليه الروح اللي هو النسيم، يعني هو يغلط في القراية ويفسر الغلط. شفت المصيبة؟ زي زمان كنت وانا صغير كده في مسجد في البدرشين، راجل بيقرا، شيخ كده يعني واعظ تبع الجمعيه الشرعيه، يبدو ان الراجل بسيط ما تلقاش علم من عند حد، لكن هو يعني يعرف الكتاب، فقرا الكتاب غلط. بيقول ايه؟ الصدق منجا. هو بيقرا للناس كده. كنت انا في اعدادي ساعتها، صغير يعني، ما دخلتش ثانوي. وبعدين هو قراها غلط وبيشرحها غلط، يقول لهم يعني شوفوا الصدق جميل زي المانجا. يعني اعتبر المانجا دي الفاكهه اللي بناكلها. وهو الحديث الصدق منجا، يعني فيه النجاه، يعني هو قراها الصدق منجا ما ينفع. وبعدين ايه؟ بيشرح كمان الغلط، يعني كمان الغلط قاعد يشرح. زي برضه يقول لك ايه؟ المؤمن كيس قطن، هي كيس فطن، فاهم؟ اراها كيس قطن، يقوم يشرح كمان الغلط، يقول لك يعني قلبه ابيض زي القطن. فما ينفعش كده، لما تقرا الحديث غلط وبعدين تشرح الغلط ما ينفعش، فاهم؟ فلا بد انك انت تضبط العباره اولا، فهمت ازاي؟ وبعد ما تضبط العباره ابتدي اشرح، انما تقرا العباره غلط وبعدين تشرح الخطا. قال مسلم: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريرية يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. وعن أبي قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت عفان قال: سمعت أبا عوانة قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبانا ابن أبي عياش فقرأه علي. وعن أبي قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان ابن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرض عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. حمزة الزيات ده اللي هو إيه؟ القارئ المشهور، قراءة حمزة. فكان يرى النبي في المنام كثيرا، فلما سمع من أبان أحاديث كثيرة، فلما شاف النبي في المنام رجعوا عليه في المنام. فإيه؟ فبيقول إيه؟ ما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وهل يجوز تصحيح الحديث في المنام أصلا أم لا؟ دي مسألة أخرى، فهمت ازاي؟ دي مسألة، هل يجوز انك انت لو شفت النبي في المنام تقوم تقول له له حديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا قلته او لم اقله، فتقوم تقول للناس لا ده حديث صحيح او حديث موضوع ولا لا؟ فهمت ازاي؟ دي مسألة تصحيح الحديث مناما. ذهب العلماء الى انه لا يصح تصحيح الحديث مناما. لماذا؟ لان الخلل في المتلقي مش في الرؤية. الرؤية صحيحة لكن المتلقي تلقاه وهو نايم، والنوم غفلة، فهو ممكن يكون فهم غلط. فهمت ازاي؟ حال النائم ايه؟ يغلب عليه الغفلة، فتلقى الرؤية حال نومه، حال غفلته. فما ينفعش في الحالة دي ان انا اضبط الرواية على رؤية رآها نائم، لابد ان يكون يقظ، لان اليقظة حال الضبط والنوم حال الغفلة. وانا لا اطعن في الرؤيه ولكن اطعن في الراي. فهمتني بقى المساله؟
الإمام ابن حجر نص على إنه لا يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أيوة. لا يعمل بصورته فقط ما احنا نفس الكلام اللي بنقوله. ليه بقى؟ لو قال لك النبي في المنام قولا يخالف الشرع الشريف، فهمت ازاي؟ تعمل بيه ولا ما تعملش؟ طب ليه؟ مع ان بيقول من رأني في المنام فقد رأني حقا. ايه الخطأ؟ الخلل حصل في ايه؟ الخلل في الرأي، لانك انت رأيت وسمعت وانت نائم، والنائم قد لا يضبط، فرؤية حق والنائم هو الغافل. فهمتني بقى المسألة؟ فهي المسألة كده، احنا لا نطعن في الرؤية لكن نطعن في حال الرأي، لأنه رآها وهو غافل، والنوم يغلب عليه الغفلة فقد يخطئ في الفهم. فهم؟ زي برضو لو قاضي هيقضي في حكم، فجاله في المنام قال له مثلا ايه المجرم اللي انت هتقضي عليه غدا ده بريء، فالقاضي المفروض لا يقضي بالرؤية، لكن يشوف القرائن اللي امامه ولا يقضي بالرؤية. واخد بالك ازاي؟ يشوف في أدلة، في اعتراف، في شهود، في بتاع، يقضي بالقضاء المعتاد. ليه؟ لأنه حال رؤية النبي كان يراه نائما، وقد يكون بريء ديانة ويكون مدان قضاء، والنبي أخبر بالحقيقة والقاضي عليه أن يأخذ بالشريعة، مش كده برضو؟ وبالتالي لا يأخذ بالرؤية إلا لو كان قول للنبي يخلو في خاصة نفسه ويزنه على الشريعة، فإن كان مطابقا للشريعة أخذ به وكان في خاصة نفسه، ولا يأمر به سائر الناس. يعني افرض النبي جالي في رؤية وقال لي يا يسري ابقى صلي ركعتين كل يوم بعد صلاة ايه مثلا، ركعتين كل يوم الساعة 10 الصبح كده اهو، قال لي كده، خلاص اعملها انا في نفسي، انا لنفسي اعملها، ده دواء جاي لنا ليا، انا اللي شفت الرؤيه. لكن ما اعملش تاني يوم اقول يا قوم صلوا كل يوم ركعتين الساعه 10 الصبح، لان دي مش كلام عام لكل الام. فهمتني بقى ازاي؟ وده اللي بيحصل خطا، ان كثير من الصوفيه يرى النبي في المنام وتكون رؤيه خاصه به يحولها الى عموم الناس، وده ما ينفعش. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى إيه؟ لازم تدرس هذه الأمور. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو إيه صاحب سنن الدارمي المعروف، قال أخبرنا زكريا بن عدي قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. وده يبين لك برضو قاعدة، إن هناك بعض العلماء الحديث الرواة يكون له طرق صحيحة وطرق ضعيفة، فيروي عنه من الطرق الصحيحة ولا تروي عنه الطرق الضعيفة، يكون موثق في شيخ وضعيف في شيخ آخر. فهمتني بقى المسألة؟ يعني في بعض الرواة ما يكونش ضعيف مطلقا، بل ضعيف في بعض الطرق وصحيح في بعض الطرق. فهمت بقى المسألة؟ ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ إذا كان ابن مسعود كان ميت ساعة موقعة صفين، تقول إزاي خرج علينا عبد الله بن مسعود في صفين وكلمنا؟ قال لهم أبعث بعد الموت؟ يبقى لابد من معرفة تاريخ الوفيات وتاريخ الولادة، علشان لما يجي واحد يروي لك عن واحد
يكون بيروي عنه حادثة يكون هو مات قبلها بعشرين سنة يبقى كذاب. فهمت بقى؟ وعلشان كده اهتم علماء الحديث بتاريخ الوفيات وتاريخ الولادات، دي مهمة جدا لأن هيفرق كتير في أمور كثيرة. وعن أبي قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. لما يجوز الطعن إن كان من سبب التوثيق في الرواية، واخد بالك ازاي؟ وهذا ليس بغيبة كما اتفق عليه العلماء من باب المحافظة على الدين، ارتكاب أخف الضررين، واخد بالك؟ بس بشرط إن عاب لابد أن يكون إيه؟ الجرح مفسرا حتى يكون مجمع على الأخذ به. وعن أبي قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وعن أبي قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل ابن سعد وكان متهما. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله، فأنت لما تقرأ حديث زي ده كان متهما وأنت طالب حديث وعايز لابد بقى تبحث عن كل أقوال العلماء لعلهم يفسروا اتهامه، لابد أن يكون اتهامه مفسرا مش كلمة كده وخلاص تاخدها ويقول لك أصله فلان عليه متهم. طب اتهامه في إيه؟ فهم؟ إحنا في زماننا ده ساعات مثلا تمشي مع بعض الشباب الصغيرين ليه ما بتحضرش عند الشيخ الدكتور علي جمعة؟ الدكتور علي جمعة راجل موثوق في علمي، يقول لك أصله صوفي. الله، يعني الصوفية صار متهمة؟ هل ده اتهام مقبول؟ هل أي اتهام يتقال يبقى مقبول؟ أو يقول لك أصله بيصلي في مسجد فيه قبور. طب وهل هذا اتهام طعن في الرواية؟ فهمت؟ فليس كل اتهام وانتقاص يكون مؤثر، لابد أن يكون مفسرا وأن يكون التفسير مجمع عليه. فهمتني بقى المسألة؟ فدي نقاط مهمة، وإلا لأن إحنا واعين فيها، إحنا واعين في المسألة دي برضه. يعني في علماء كتير إحنا إيه بيصدوا عنهم بسبب اتهامات كاذبة عليهم، يقول لك أصل ده حاكم سلطة، ده أصله فتاويه بتتغير، ده قال كده قبل ما يبقى مفتي وبعد ما بقى مفتي قال كده عشان يرضي الحكام، مش بيقولوا كده عليهم؟ يقوموا يصدوا الناس عن أهل العلم. فلا بد ان احنا نعرف ان المفتي يغير فتواه بتغير اجتهاده، وان الاجتهاد يتغير بتغير احوال الايه المستفتين او بظهور ادله جديده، وان تغيير الفتية ده علامه ابتغاء الحق مش التصلب على الراي، فدي تبقى مزيه وليست عيبا، وكل الحاجات دي لازم تتبنى. فيعني دراسه علم الجرح والتعديل ده امر مهم، لان في بعض الطلبه يقول لك طب احنا ليه بنقرا الكلام ده؟ ما خلاص الكتب دونت خلاص وانتهينا. لا، ما احنا عايشينها، يعني احنا هنفضل عايشينها الى يوم القيامه. الناس تحذرك اوعى تصلي في الحته الفلانيه لحسن ده فلان مش عارف، وده اوعى تقرا عند الشيخ الفلاني لحسن ده، ما ينفعش، ما فيش حكايه لحسن ده ايه، لازم تفسر لي، لان اصل المسلمين انهم مستورون. فعايز تكشف الستر، اكشف الستر بدليل واضح ودليل يكون شرعي ودليل فيه اجماع، مش تقول لي اي حاجه وبعدين تسمع انت كلامه وتحرم نفسك من علوم هؤلاء الناس، بعدين يتضح لك انهم كانوا علماء بس بعد ما يموتوا ما تعرفش تجيبهم، تبقى ضيعتهم. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه.
ثم أدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني كان واخد في مقلب انه ده فلان فلان فلان. قال يا سلام اقابله بس وبعدين ادخل الجنة. وانا لما قابله لا انه هو ولا حاجة في العلم يعني. وعن ابي قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن ابي انيس لا تأخذوا عن اخي. وعن ابي قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن ابي انيسة كذابا. وعن ابي قال حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقدا ليس صاحب حديث. وعن ابي قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. وعن أبي قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى ابن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى ابن دهقان وعيسى ابن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي ليس لها فإن كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق يعني يريد السمعة يعني فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. يبقى اللي جعل بعض العلماء يروا عن بعض الضعاف دون أن ينبهوا إرادة التكسر في الرواية، فبيقول لك إذا كان هو يريد التكسر ويشتهر عند العوام فده أصلا ملوش نصيب في العلم. اللي ليه نصيب في العلم إن هو لا يهتم بالكسرة بل يهتم بتوثيق الرواية أكثر ما يهتم بالكسرة والشهرة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض والتنبيه على من غلط في ذلك غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.